السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البث مالوريزمون توجور راه يتقطع، ما هو جات تاع سينيال ياك تشوف لافريك انت لي راجل. انا ما يا خاوتنا الله يرضى عليك، ما تهضر تاع عدلان وانت راجل وكذا، انت راجل. انا والله يا اخو راني محقور، راني ندافع على حقي. انت لي راجل يا اخو، انت لي راجل يا اخو، انت لي راجل. اذاك محقور روح جيب حقك، اذا خاوتك محقورين جيبوا حقك. انا هذه تاع عدلان وانت راجل، وعدلان انت كذا وعدلان انت كذا. انا والله يا خويا العزيز فيا من العيوب ربي الكثير وكذا، وربي يهدي وربي يتوب وربي كذا. وانا يا خويا العزيز ما راني نهضر معك لا باه تبعني ولا كذا خويا. انا راني نعطي ميساج واضح يا جماعه، اللي تحقر يروح يجيب حقه، واللي ما قدرش يجيب حقه نوقفوا معاه باللي قدرنا، رانا ماشيين ونروحوا نوقفوا معاه. اما الهضره هذه تاع انت راجل وكذا، والله يا خوتي غير هي اللي تضر، والله يا خوتي غير هي اللي تضر. انا لا راني قدوه لواحد، لا راني كذا لا راني كذا، انا انسان مواطن. هذه الجماعه حقروني 30 يوم نحقرهم 30 سنه. هذا ما كان، هذا هو الموقف تاع اي جزائري. اي جزائري فيكم التحقر يا خوتي لازم يدافع على حقه، لازم يدافع على حقه. هذا حقكم انكم تدافعوا على حقكم، هذا حقك انك تدافع على حقك. انا مش حنهضر الثاني. انيس ثاني برك باش ما ننساكش، انيس القومي الله يرضى عليك. زوولا كاع راك دايهم للحبس وكذا، ولا راهم عليهم راهم يدعيو لك، ما عليهم كاع راهم يدعيو لك. انيس القومي هذا ما راهوش داي مجموعه صغيره من الاشخاص، راه مازالنا خونا احمد مولد، هذا وليد 720، مازال خونا سيد علي، مازال خونا امين كباشه، مازال تلمساني. والله يا خاوتي غير الانسان هذا غير فجر. الانسان هذا ما ولاش يخاف ربي، الانسان هذا تحلت له فانه تاع حكم وتاع مسؤوليه، على خاطرش لقى اطارات مش هم رجال، اطارات نتاع دوله مش هم رجال، ساندوه ومشاو معاه في طريقه. راح حز اكثر من 70 مواطن جزائري. هذا 70 مواطن جزائري اللي هو اليوم ليه؟ هذا 70 مواطن جزائري راهم كاع في الحباس، ورانا نخدموا عليهم ان شاء الله ونخرجوهم. كان المسيره تاع 1 ديسمبر يا خاوتي، انا والله غير اي مسيره موعد ربي وموعد ربي وموعدكم انه اي مسيره حنشارك فيها، اي مسيره فيها خير للبلاد هذه والله غير حنشارك فيها. وانا يا خاوتي الحاجه اللي نقولها، انا والله ما نعرف مليح، انا قيس قيس ما اذا باش نجي نقول لك انا ندبر عليك ولا انت تدبر علي، انا والله ما نعرف. حنا رانا ماشيين في طريق تاع ترجع الحقوق وكذا. مسيره 1 ديسمبر هذه راهم يحكوا عليها، انا واحد من الناس المسيرة هذه عندي تحفظ صغير عليها، تحفظ صغير عليها. كلمة ندوها ولا نخربوها يا جماعة، احنا داينها داينها، وهذه رزقنا وحندوها وحتدوها وحيديها الشعب. مسير الحق يبان، لأنه هذه الناس يا أخي راهي تحكم فينا، والمادة السادسة من دستورنا تقول بلي نحن مصدر السلطة ونحن مصدر السيادة. البلاد هذه داينها داينها، واش تحرك المرة الأخرى عمره لا حيزيد يبرد. سيت اون بول دو ناج اللي راهي تكبر، راهي تكبر. كنا زمان نروحوا نديروا وقفه فيها 30 40 بنادم، ولا نقدروا نديروا وقفه فيها 5000 و7000 و10000 بنادم، يعني لا بول دو ناج راهي توقف. ولكن يا جماعه الله يرضى عليكم، ندوها ولا نخربوها غلطه، ندوها ولا ندوها صحيحه، ندوها ونسقموها صحيحه، ندوها وناكلوا خيرها كاع صحيحه، ولكن ندوها ونخربوها انا ما نشوفهاش صحيحه. حنا المسيرات ولا الوقفات اللي رانا ندعوا لها لازم تكون كلها وقفات سلميه، راهي لازم تكون كلها وقفات سلميه يا جماعه. خاوتي الله يرضى عليكم، سيرتو خاوتي كذا اللي مقلقين لا خدمه لا كذا، هذوك الناس اللي كاين ناس توصفهم وقال عليا ولا ديفوايو، وهما والله ناس وطنيين وكذا. يا خاوتي الله يرضى عليكم، اللي قبيح ودمو سخون ما يجيش المسيره، اللي قبيح ودمو سخون ماكش ما يدير مشكله ما يجيش. يا جماعه حنا وقفتنا حتكون كلها سلميه، هذه بلادنا اذا كسرنا بوطو فيها هذاك رزقنا، ما كفاش واش سرقونا نزيدو ندو بوطو. هذه الوقفات نتاعنا كاع يا جماعه لازم تكون سلميه. الوقفه هذه تاع 1 ديسمبر كانت سلميه وكذا، يا خويا حنشاركوا فيها. حنا الحاجه الثانيه يا جماعه اللي لازم ديروها في بالكم، اللي قابلك في الوقفات راهو سيرجان وكبران، اللي واقفك في الوقفات راهو بوليس ضعيف، مامور عبد مامور باش يجي يقابلك، عبد مامور باش يجي يقابلك. خاوتنا البوليسيه ثاني، الوقفه راهي من حق الشعب الجزائري. الماده اللي تقول بلي ما عنديش الحق
ما عنديش الحق باش نوقف هذه روح بللها وشرب ماها جيبها لي في الدستور وحطها لي نوقف ونحب هذا رزقي ماهوش رزقك ما جبتوش معاك ولكن مسيرنا كاع سلميه الله يرضى عليكم لا تطلعوا لا طونسيون لا تسبوا الناس لا يسبوكم الناس نحن ما عندناش حتى مشكل ما عندنا حتى مشكل لا مع شرطه لا مع جهاز امني لا كذا احنا عندنا مشكل مع رزق وخير الشعب الجزائري انا كليت الخبز نتاعي والحمد لله وناكل خبزي والحمد لله وكذا بصح يا خاوتي الله يرضى عليكم اي مسيره تكون لازم تكون سلميه نحن المشكل نتاعنا شنو هو لازم نتفقوا انه المشكل تاعنا مشكل تاعنا مع نظام سياسي مش هو قادر يحقق الرغبات نتاع المجتمع نتاعو معليش تحكمني ومعليش تكون انت الشاف تعطيني حقي اعطيني رزقي اعطيني ناكل مليح ونشرب مليح ونعيش في دوله محترمه اعطيني حقوقي اعطيني حريات يعني كل المسيرات نتاعنا لازم تكون سلميه يا خاوتي الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم البلاد هذه رزقكم ما يوصلوكمش للغلطه احنا المسيرات اذا كانت حتكون سلميه ما عندنا حتى مشكل مع حتى واحد احنا عندنا مشكل مع نظام ما عطاناش حقنا نظام ما عطاناش حاجه نفخروا بها وكذا بالتالي اي حاجه حتكون ولا اي حاجه حنمشيو فيها يا جماعه يا ودي وين شارك المسيره تاع القبائل في 2001 ربي يهديك يا خو انا زايد في 1988 2001 كان عندي 11 سنه اخافوا ربي يا سيدي راك معايا انا هذا وش حاب نحكي معكم كاينه حاجه ولا غير شفتها اليوم الصباح الفيديو تاع ثلاث بوليسيه هذوك اللي يضربوا في مواطن جزائري ثلاث بوليسيه كانوا يضربوا في مواطن جزائري شفتها اليوم الصباح انا كي طاحت الفيديو ما كنت في الحبس يعني ما شفتهاش هذاك اكت همجي هذاك اكت ما يشرف حتى انسان هذاك اكت ماهوش تاع رجله المواطن هذاك اللي كنت تضرب فيه دار واش دار ما يعطيك يا جماعه ما كان حتى قانون يعطي حتى واحد الحق انه يضربك لا شرطي لا دراكي لا كذا ليش يضربك روح تشكي به وبادلو ما كان حتى حق هاد ثلاث اعوان تاع الشرطه انا الصباح اليوم شفت الفيديو تواصلت مع المديريه العامه للامن الوطني راهم يقولوا بلي وقفوهم وراهم يقولوا بلي راحوا لوكيل الجمهوريه راهم يقولوا بلي تقدم تقديمهم عند وكيل الجمهوريه ولكن مازالوا احرار طلقاء في نفس الوقت خاوتنا تاع المولود يعني كسروا كرسي اليوم كانوا يشارعوا تالي العداله لازم ثاني تفهم بلي هي اللي تشحن في الاجواء هاد الثلاث بوليسيه داروا فعله خسيسه فعله ماهيش تاع رجال الرجل عمره لا يضرب راجل وهو بارك في الارض الرجل عمره لا يضرب راجل وهو بارك في الارض هذا الفعل اللي داروه الثلاث بوليسيه هذا هدرنا عليهم ادخل للسيت قضية حوش المخفي ومتقاعدي الجيش ادخل للسيت تقرا واش كنا نكتبوا عليهم بالتالي فعلا تاع هذا الثلاث اعوان تاع الشرطه فعلا يندريها الجبين فعلا ماهيش تاع رجال خاوتنا لي كاسك بلو وكذا ربي يهديكم على تضرب مواطن واش تربح كي تضربوا زعما كي تدخل للدار هذا اللي شافوا ولده ولا مرته تشوفوا يضرب في انسان هكذا حتحترموا الانسان هذا يا اخي كان اعزل على تضرب فيه ان شاء الله يا ربي العداله تتحرك ضد هذ الثلاث اشخاص وان شاء الله يا ربي نسمعوا ان الاشخاص هذو تدوا عقابهم حنا لا نكرههم لا عندنا مشكل معهم ولكن الموقف اللي داروه مش هو موقف مليح كاين بزاف خاوتنا سقساو على قضيه رضا سيتي ساز مدني رواباح جمال وابو خلفي شريف القضيه هذه جازت البارح عند قاضي التحقيق وزاد طلب جلسه واحده اخرى للتحقيق على الاقل باش يكون الراي تاعو مليح وبالتالي كاينه جلسه واحده اخرى حتعقد الاسبوع الجاي وبعدين يوصلوا للمحاكمه البارح ما كانتش محاكمه كانت جلسه تاع تحقيق الحمد لله تم تسريع الاجراءات هذه تاع التحقيق ان شاء الله ربي يكون فيها الخير في القضيه تاع خاوتنا هذو خاصه خونا مدني رواباح اللي التهمه الوحيده تاعو في القضيه هذه انه عنده دي باج فيسبوك وهذ الناس كانوا ضحايا كاع التكالب قناه انيس والتكالب بعض الصحفيين في قناه انيس اللي ما يعرفوش يرحموا الناس ويدومونديو الرحمه ناس ما تعرفش ترحم الناس ناس كانت تقرا في كلام ضد الناس يبكي وربي يهديهم ثاني كاين خاوتنا ثاني التنسيقيه الوطنيه تاع المتقاعدين والمعقوبين وذوي الحقوق وغير المنسوبين والمشطوبين وارامل الشهداء هذو متقاعدي الجيش خاوتنا انا واحد من الناس في رايي الشخصي نظن بلي انتم موالين حق الانسان اللي حارب في وقت من الاوقات من اجل البلاد نتاعو من حقه انه يكرم ويتحط فوق الراس انا مش ويحيى رافد السلاح باش يدافع على وطن ومش حتى واحد مسؤول سياسي كان رافد السلاح ويدافع على وطن
اجتاز الزواولة أولاد الزواولة اللي كانوا هزين السلاح ويدافعوا على وطن. الناس هذو من حقهم علينا نحن كشعب وعلى الدولة تكريمهم موش ضربهم. الناس هذو رم يتعرضوا ثاني موجة من المحاكمات، إن شاء الله القضاة يحكموا بالحق بحق سيدي ربي، لأنه الناس هذو هما اللي جابوا البلاد. أنا ما سمعتش بجنرال كان في التيرة، وما سمعتش بجنرال ماجور كان يهبط للجبل ولا كان يحارب. صارت أزمة أمنية في بلادنا، موش المهم شكون اللي كان غلط ولا شكون اللي كان صحيح، المهم أنه هذو خاوتنا، هذو خاوتنا، وإن شاء الله هذه الدولة هذه تحشم على روحها، تحشم على روحها باش غدوة كي تصرى مشكلة تلقى اللي دافع عليها. حنا حنبقاو ندافعوا على دولتنا، وإذا صارت مشكلة في دولتنا حندافعوا عليها، ولكن هذا النظام السياسي لازم يتعلم يتربع. هذو ناس قدموا للوطن، هذو ناس تعبوا من أجل الوطن، باش تجيب لي فيديو تاعهم وأنت تضرب فيهم؟ الله ينعل الإنسان اللي أعطى أمر كيما هذا، هذا أمر موش مقبول. في نفس الوقت خاوتنا متقاعد الجيش ما تطيحوش في الغلطة، ما تطيحوش في الغلطة وتيري عليه ونتيري عليه. مسيرتنا بكل لازم يكونوا سلميين، لأنه السلمية هي اللي حتوصلنا للنتائج. ما نظنش أنه أفعال ماهيش سلمية ما توصلنا للنتائج، هذا رأيي. يقدر إنسان يكون معاه، يقدر إنسان ما يكونش معاه. هذا لا حكاية رضا طرد المحامين وما شابه، هذه ما كانش منها، ما كانش منها، لا طرد محامين لا حتى حاجة، ما كانش منها معايا، ما لا طرد محامين لا كذا لا صراحة حتى حاجة. يعني صارت إشاعات وهي مناوشة خفيفة وكذا، حاجة خفيفة يعني المحامين بين رضا وكذا. وإحنا المشكلة تاعنا اليوم ماهيش في كذا، المشكلة تاعنا ماهيش غير في رضا ولا كذا، راهي مشكلتنا في كاع المعتقلين، في كاع الناس اللي راهي في الحباس، في كاع الناس اللي راهي في الحباس. معايا مام العائلة تاعو دارت بيان وقالت أنها تقدم للجميع الجزائريين وتحييهم على الدعم والتضامن الكبير معاه، وفي نفس الوقت حياة المحاميين وحياة هيئة الدفاع. بالتالي ما نظنش بلي كاينه مشكلة، كاين الناس راهي تحوس تفرق، كاين الناس راهي تحوس تفرق وكلش، هذا ماهوش مهم. كاين ديتاي ثاني نسيتو، أنا وعبد الرحمن سمار كي كنا في الحبس كانوا مساغر وليدات فاميليا ولاد كليما دو فرونس متعلقين فينا، هذا طايزن وميرانا وكلش. أنيس القومي اللي ماشي راجل حنا هدرنا عليهم وفرحنا بهم، أنيس القومي اللي ما فيهش ريحة الرجال، في عود ما يرد على عدلان ملاح كيراو برا ولا يرد على عبد الرحمن سمار كيراو برا، اليوم شاف الجريدة تاعو في السيف ويهدر ويكذب. هكذا اختطف طايزون وميرانا نجل رجل أعمال. أنيس طلع النيفو، طلع المستوى، حربك مع هذا، علاه زواولة تكتب عليهم؟ علاه تكتب على زواولة؟ حنا واش قلنا على زواولة هذا؟ قلنا بلي وليدات فاميليا كي تلاقيناهم تما حفظونا وتهلاو فينا وحاجة ما خصنا معاهم. قلنا بلي هادو إذا أخطأوا من حق الدولة ومن حق الشعب أنه يحاسبهم، ولكن يحاسبهم بحساب قد أخطأهم، ولازم نعطوا فرصة توجور للتصالح بيناتنا، لازم نعطوا فرصة أنه كاين الناس مساكن. هذا اللي تحكي عليه اليوم ورجعته أنت بلطاجي كبير، مش هو بلطاجي كبير، هذا طايزن في المولود كان يبكي كما جابولوش قش تاع المولود كي جاته مو في بروار. هذا ميرانا ثاني وليد فاميليا وزوالي، قد ما يكون قبيح ولا أنتم اللي خلقتوهم، أنتم اللي رجعتوهم هكذا. أنيس اللي ماشي راجل اللي ما فيهاش الفحورية، في علم يروح يحارب الناس اللي تقولوا يا القومي، يروح يحارب في طايزن وميرانا، تدخل النهار أونلاين تلقاه كاتب بابي عليهم. أنت ماشي راجل، ما فيكش ريحة الرجال. هذو الناس حنا كي خرجنا شكرنا موقفهم البطولي معنا، بطولي مشوا بطولي ثاني يناقش، ولكن الناس هذو وكلونا، الناس هذو عطاونا لبسة. كي دخلنا للحبس ما كانش عندنا لبسة، ما كانش عندنا قش، الناس هذو لبسونا وسترونا، الناس هذو تهلاو فينا وحفظونا. عيب عليك، ماكش راجل. لو كان جيت راجل في عود ما تروح تكتب، اكتب على عدلان ملاح، ما تروحش تكتب على اي انسان. هذا طايزن وميران هذو زواولة. قضية الوالد نتاعي شتكم سقسيتوا عليها، انا عميه الوالد نتاعي انسان عدى في عمره 25 سنة هو في الجيش الوطني الشعبي. والدي اكبر قراد وصله في الجيش الوطني الشعبي هو اجيدون شاف. الوالد نتاعي تولى منصب مسؤولية لمدة 7 أشهر في السلطة الجزائرية. الوالد انتاعي تعرفوها، وانا الوالد انتاعي ابوي ويبقى ابوي وبالبارود معاه، ابوي ويبقى ابوي وبالبارود معاه. انه تجي تقولي ابوي كذا ولا ابوي كذا ولا ابوي كذا، انا والله ما يهمني الامر هذا، انا ابوي وبالبارود معاه. ابوي اذا عنده موقف هذا يبقى امره، وانا اذا عندي موقف هذا ثاني يبقى امري. انه كاين ناس تسقسي، انا هذا واش نجاوبكم.
حاجة واحدة أخرى ثاني، ستم ميساج لعائلات المسجونين، يا جماعة أولادكم راهم يباتوا في الكوفرتات، أولادكم يا جماعة والله ما عندهم مطارح، والله ما عندهم مطارح، وهذه عيبة وعار في حق السلطة الجزائرية وفي حق إدارة السجون. كي تدي إنسان وتحطه في الحبس، تدي إنسان وتحطه في الحبس، من واجبه عليه أنك تعطيله على واه يرقد وتعطيله ماكلة، هذا واجبه عليه، ولكن أنك تخلي زواولة. خونا فضيل دو بالك ما حكى لكمش، فضيل دو قعد 25 يوم يجوزها في الحبس، راه يتفك كوفيرتا، يعطوا له ثلاث كوفيرتات، واحدة يفرشها وواحدة يوسدها وواحدة يتغطى بها. خاوتنا مازالهم يرقدوا فوق الأرض، هذا أمر موش مقبول، هذا أمر موش مقبول، وعائلات المسجونين لازم تتحرك، وحنا حنحاولوا ننظموا وقفة لعائلات المسجونين باش نطالبوا بحقوق المسجونين. هذا الناس المسجونين فيهم ناس اللي ما تستاهلش الخير، إيه فيهم ناس دارت أخطاء صعيبة، ولكن خلاص راهم يسلكوا، راهم يتحاسبوا، من حقهم، من حقهم أنه يدوا حقوقهم المنصوص عليها دستوريا. الناس هذو ما عندهاش على واش تبات، الناس هذو ظروفهم راهي مزرية جدا، راهي مزرية جدا. إدارة السجون لازم تكون مسؤولة، ما حيث إدارة السجون تهز إنسان وتديه للسجن، من واجبها عليه أنه تعطي له حقه. أولادكم راهم يرقدوا يا جماعة، يا عائلة المسجونين، أولادكم ورجالكم وكذا راهم يرقدوا يا جماعة على زاورة في الأرض، هذا أمر ماهوش مقبول. سواردنا كليتوهم وزرقتوهم، أولادنا ما تقدرش تشري لهم مطرح تاع 60 الفراك ولا 70 الفراك، هذا من حقه عليك. الماكلة اللي ولاو ياكلوها أولادنا ما ليش، ولكن كذا. ثاني قضية، قضية القضية والله تغيظ يعني، يا أخي عندكم حباس في كل بلاصة، يا أخي ما كاش ولاية ما درتوش فيها حبس، علاش ظلمة وحقارين؟ علاش اللي عايلته في تمرة تجيبوا الألجي تحطوا؟ وعلاش اللي عايلته في ألجي ترفدوا تديه الرجال؟ علاش ظلمة؟ علاش حقارين؟ علاش يا خويا ما تقربش المحبوس لعايلته؟ يا أخي المحبوس هو اللي يتحاسب، هو اللي يتعاقب، علاش مخلي عايلته تسوفري؟ ألا تحبوا تطحنوا إنسانة؟ ألا تحبوا تطحنوا إنسانة؟ ألا تحب لي مرتي تدي بلاصي 900 ولا 1000 ولا 500 كيلو باه تجي تشوفني، وأنت قادر تحطني في حبس قريب؟ ألا تذلني؟ ألا تذلني؟ ألا تذلني؟ مرتي باش تجي تشوفني في بالوار، ولا ما ولا خويا يشوفني في بالوار تاع 15 يوم، تجيبوا أنت يمشي 1000 كيلو آلي و1000 كيلو روتور، حرام عليكم. يا أخي إدارة السجون فيها إطالات، علاش ما تروحوش في برنامج نتاع أرشفة، برنامج تشوفوا الطاقة الاستيعابية تاع سجونكم؟ يا خويا تنقلوا مسجون، مسجون في وهران كي تحطوه في حبس في سعيدة مقبولة، ولكن مسجون في وهران وترفدوا تديه الأمواقي تحطوه في حبس في أمواقي، وتقولي الكونفوا داتو، حرام عليه، حرام عليك، ما تعذبوش عائلة المسجونين. حنا دخلنا للحبس شهر والله ما وجاز، ولكن أنه لا سويس، ولكن الناس راهي في 5 سنين و6 سنين، على الظلم نتاعكم، على الحقرة نتاعكم. إدارة السجون لازم تراجع نفسها، إدارة السجون لازم تبني استراتيجية نفسها، خلونا من الحقرة، خلونا من الظلم. قضية المساجين هي واحدة من القضايا اللي إن شاء الله ربي يقدر ونخدموا عليها، خاصة بالوار خطرة في 15 يوم، يعني المسجون يقضي 15 يوم ويحق له 15 دقيقة مع عائلته، 15 دقيقة، 15 دقيقة يجوا 4 أو 5 أفراد من عائلته، خلاص 15 دقيقة، هذا أمر موش مقبول. في كل دول العالم البالوار مكفول مرتين في السمانة، مكفول على الأقل مرتين في السمانة. خافوا ربي، خافوا ربي، الظلم تاعكم هذا، هذا الظلم تاعكم تسلكوه، علاش تحبوا تذلوا الناس؟ يا اخي ديتوهم الاحباس، واش حبيت تزيد فوق الشيء هذا؟ على البالوار ما ديروش اون فوا بار سومان ولا دو فوا بار سومان، علاش ما تخليش موالينا يجوا؟ وكي نسقسيك نقول لك علاه تقول لي ما عنديش الفيكتيف، ما عندكش الفيكتيف شغلك، انتم اللي ديتوا كاع ولاد الناس للحبس، يا اخي عندكم الدراهم ركريتوا خدامه، يا اخي الشعب كارو في الطال، انا ما تعطيش حق الناس، انا تظلموا، هذا الامر موش مقبول. وحنا ان شاء الله راني ماشي في شكوى، وان شاء الله عائلات المسجونين يتواصلوا معنا، رانا ناويين نمشوا في شكوى ضد اداره السجون في كل منظمه حقوقيه داخليه ولا خارجيه. ما عندكش حق تمنعني من عائلتي 15 يوم ولا تمنع عائلتي مني، اداره السجون ثاني لازم تراجع نفسها. المهم انا هذا على هندر لايف. حاجه واحده اخرى مهمه جدا، انا انسان مانيش مارس في السياسه، انا انسان تعرضت للوضع راني نهضر عليه. نتمنى كل انسان، كل انسان في الجزائر مظلوم ولا محقور ولا تعرض للوضع يهضر عليه. يا جماعه بداو تهضروا على مشاكلكم وما تخافوش، بداو تهضروا على مشاكلكم وما تخافوش، ما عندكش علاش تخاف، والله ما كان انسان في الدنيا هذه يقدر يضرك ولا ينفع غير بربي، والله ما كان انسان يضر ولا ينفع غير بربي. انا انسان تعرض لحاجه شفتها ظلم نبقى نهضر عليها، عاشرت ناس خلال فترة السجن وشفت بلي الناس هذو مظلومين حنبقى نهضر عليهم وندافع عليهم.
حنحاولوا ندافعوا على كل مسجونين، حندافعوا على وضعية السجون. هذا شيء أنا قانع به، قنعت به، وتسرع أنك تقنع بحاجة. نتمنى ثاني عائلات المسجونين يتواصلوا معنا، تواصلوا معنا، نخدموا على دوسي من أجل حقوق الناس هذو، من أجل حقوق الناس هذو. إن شاء الله ثاني ناويين إن شاء الله السبت ماشيين للجلفة، السبت إن شاء الله ماشيين للجلفة الإدريسية تضامنا مع أخونا مداني الوابح، ونزوروا عائلته. هذا مداني الوابح إنسان زوالي من الجلفة، روحوا نشوفوا عائلته، روحوا نصوروا لكم عائلته، باش على الأقل على الأقل الأكاذيب اللي روجتها النهار على الملايير المليارة تزيد تثبت أنه أكاذيب ما عندهاش علاقة، وأنه قضيتهم بكل كانت قضية تصفية حسابات. نحن كرانا نمشيو للناس، ما ناش نمشيو باش نديروا المشاكل، رانا نمشيو باش نصوروا لكم حقائق ونعطوها لكم تشوفوها. كيما الهواري صورناه وعطينا لكم حقيقته، من حق مداني الوابح نصوروه ونعطوا لكم حقيقته. حنا ماشيين ان شاء الله للجلفه، ناس الجلفه ناس الادريسيه، انا انسان عندي بلاصي ونجي الادريسيه رجل مداني الوابح اللي ما عرفتوش، والله ما عرفته في حياتي، لاش تعرفته بالك واحد المرتين ولا ثلاثه تهضرنا في تليفون، راني ماشي ليه وجاي ليه. ان شاء الله انتم ناس الادريسيه اللي عرفتوا مداني الوابح، اذا تعرفوا انسان صالح وانسان طيب ان شاء الله نلقاكم ثم تحكوا لنا عليه. ماشيين ثاني الباريكه نشوفوا عائله حبيب الرحمن جعيب، هذا صحفي. المعلومه الوحيده اللي كاينه عليه انه خرج مجموعه من الاخبار حول امكانيه ترشح جنرال محمد مدين مدعو توفيق للرئاسيات، وانه كاين لجان راهي تساند فيه. المعلومات هذه خرجها بعدها بعشر ايام مشى للحبس، القضيه تاعو مش مفهومه راهو في التحقيق. ثاني نمشيو نشوفوا ماليه، نحاولوا ثاني نتواصلوا مع المحامين تاعو باش نعرفوا القضيه تاعو، وان شاء الله اي قضيه عادله نحاولوا ننصروها. اذا انا قررت اني ننصر اي قضيه ولا نمشي في اي قضيه، راني نهضر على روحي، راني نهضر باسمي الشخصي، انا عدلان ملاح نمشي ونناصر، لانه انا تعلمت منكم انتم الشعب الجزائري، تعلمت الناصر القضايا. انا انسان ما كانش يتحرك متر على بنادم، انا شفت بلي انتم تضامنتوا معايا، شفت بلي تضامنتوا مع المخلوقه نتاعي، شفت بلي تضامنتوا مع ولدي في محنتي، وهذا واجب عليا اني نعاود نردو. انا لا راني انسان نقول لكم بلي انا نظيف ولا نقول لكم بلي انا حاجه هكذا، انا والله يا جماعه ما عندي حتى مشكل، انا عندي مشكل مع ناس ضامنت معايا لازم نرجع الخير، كاين ناس ضامنت معايا في محنتي، حنضامن مع اي انسان في محنته، وربي ان شاء الله يقدرنا على انه نضامنوا مع اي انسان. في النهايه ما امير ماشي ما نتفاهمش معاه ولا نتفاهم معاها، اللي سقسيت امير ماهيش قضيه نتفاهم معاه ولا ما نتفاهمش معاه، ما ربطتناش علاقه، لانه انا انسان ما الجانب هذا تاع التواصل تاع الانترنت ولا ما نعتمدوش. انا انسان قبل ما ندخل للحبس ما كانش عندي باجا فيسبوك، انا انسان تعلمت نكتب في الجرايد، ما قدرتش نكتب في الجرايد، مشيت وليت نكتب في مواقع الكترونيه. انا انسان ثقافتي في هذا الشيء تاع التواصل ضعيفه ومحدوده جدا، وبالتالي ما كانش عندي ولا ما سمحت ليش اني نتعرف بامير شخصيا. امير لا نحبه لا ما نحبوش عادي، ما عندي معاه لا خير لا شر. كاين خوه الهواري هو اللي عرفته، خوه الهواري هو اللي عرفته النهار اللي دخلت لدار الهواري ودخلت لبيو عمي الجادي وسلمت على راس بيو، ولا امير واحد فرد من عائله عرفت مواليها كرموني. الناس هذوك اللي جيت خارج عطاو لي قشابيه، الناس هذوك اللي عندهم في دارهم. وبالتالي يا جماعه انا امير ما اذا كانت عندي مشكله معه ما ولاتش عندي مشكله معه، لانه انا انسان نامر بالدوار نامر بالعروشيه، انا انسان نامر باللي كي نمشي عند واحد لداره ويستقبلوني في داره وما يوليش عندي مشكل. انا امير ما عنديش مشكل معاه. اللي سقسى على امير لا والله ما شوف، اذا تعتقد انه كاين ناس تساندني باش نهضر لهم ولا باش نوقف في وجههم، وان كانت الناس هذه كيداوني للحبس. الناس الوحيدين اللي ساندوني نظن باللي الصحفيين الجزائريين الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الصحه، جميلهم فوق رقبتي، وعد روحي انه اي صحفي يمشي للحبس ولا يتضرب والله العلي العظيم غننصرو واش نقدر. هذو هما الناس اللي تضامنوا معايا. انتم ثانيه الشعب كاين فئه منكم تضامنت معايا، وما كانش انسان يدعمني ولا كذا، لانه هذا بريكولاج، وكان كاين انسان يدعمني ما كانوش يدوني للحبس ويبهدلوني هذوك التبهدايل. اني جاوبت على قضيه امير، ما نظنش انه كانوا يبهدلوني هذوك التبهدايل. اتفضل اخي عليك وانت تكتب سؤال اني اجاوبه. الوالد مازالوا قيادي في الارندي، نعم مازالوا قيادي في الارندي.
متعاطفين معنا، وإذا احذر ان تخدع المتعاطفين معك. انا يجمع من يقول حتى واحد تعاطف معايا ولا لا، انا كاينه قضيه تعاطفوا مع القضيه، تعاطفوا مع القضيه، ما تعاطف معايا ما تعاطف معك. الفيزا والهربه، ولا ما عندي باسبور وعمري في حياتي لا خرجت من البلاد هذه، والله عمري لا خرجت من البلاد هذه. اللي عاتب على الرابعه وكذا هذا كلام نظنه فارغك معايا، لانه ما انك تمشي لمحاكمهم وداخل قضيه فيها 7 سنين حبس وتقول له لا، الخمسه هو اكبر موقف، وهذيك لعب ذراري ومشاتك معايا. الخمسه انا ضدها، ما وش بيا ما حبيتش تهضر عليها، انا ضد على الخمسه، ضد الخمسه لانه شفت مؤسسات الدوله تخابط في بعضها، لانه شفت باللي اسوء وضع وصلنا عليه هو ال5 سنوات الاخيره. المحكومين بالاعدام كنت معاهم، كاين خونا احمد ثاني كنت معاه، كاين بزاف قضايا تاع محكومين بالاعدام مش مفهومه وغريبه، مش مفهومه وغريبه. يا جماعه واش من صفحه، الصفحه تخلقت له البارح، الصفحه هذه لكم تواصلوا معاها عندها يا ربي 4 ايام ولا 5 ايام اللي تخلقت. حكايه القتل وكذا هذه تاع ربي، ولا ما يقدر، لا اقوى انسان وما يقدر يدير حتى حاجه الانسان. يمين زروال، يمين زروال من اكبر الزعماء تاع بلادنا، انسان يهضروا عليه كلام طيب، وانسان نحترمه، وانسان كاين عروشيه لينا وليه. خوتي الله يرضى عليكم، معطوبين ايه، كاين تعتيم اعلامي كبير، تعتيم اعلامي كبير، لانه اغلب الوسائل الاعلاميه تخاف انها تهضر على اي حاجه عندها علاقه بوزاره الدفاع، وهذا امر مسيء، وان شاء الله نقدروا نعاونوهم، ان شاء الله نقدروا نعاونوهم، ان شاء الله نقدروا نخدموا عليهم. انا قلت المعطوبين هذو قدموا حاجه للجزائر، ان شاء الله يا ربي نقدروا نعاونهم. مرزوق تواتي ثاني كاين حاجه انا نخدموا عليها، نوجدوا له عليها خونا مرزوق تواتي. قضيه احمد ملود، قضيه احمد ملود مازالت في التحقيق، راه كاين مجموعه من الاساتذه تاسوا له كما وعدنا، ماهوش يتراسهم ولكن المنسق تاعهم الاستاذ امين سيدهم، تواصلنا معاه وان شاء الله من غدوه يبدا يتبع القضيه تاعه الاستاذ امين سيدهم. المحامين ثاني داروا موقف رائع وموقف مشرف جدا، يعني كاين هيئة دفاع كبيرة جدا راهي تتأسس لكل واحد تعرض للظلم من طرف أنيس وقناته. أنا مكان، أنا عميه، أنا عميه الوالد بالقاسم ملاح ونفتخر به، وأبوي ونفتخر به، مواقفه مواقفه، لو كل واحد يلحق أبوي مستعد أن يموت على جاله. الله يرضى عليكم خاوتنا، الله يكثر خيركم، خاوتنا ناس الجلفة، إذا تعرفوا بلي مدني الوابح إنسان فحل، ناس الإدريسية ثاني. احنا ان شاء الله بالسبت ان شاء الله رانا جايين، ان شاء الله الناس الادريسيه اذا تعرفوا بلي مدني الوابح انسان فحل، ارواحوا وقفوا باش توصلوا صوته، باش الناس تعرف قيمه مدني الوابح في عرشه، واذا مدني الوابح انسان مبتز كما قالوا عليه هذوك الناس، وانسان دار ودار ودار، يا خوتي خلوني نروح نوقف وحدي ونقعد، خلوني نروح نوقف وحدي ونقعد، مدني الوابح نخدموا له حاجه، الله يرضى عليكم. يا اخونا تهدر على سعيد بن زديرة، سعيد بن زديرة هو صديق، هو صديق صحفي صديق، سعيد بن زديرة عنده مشكلة مع أمير، إن شاء الله يا ربي يقدرنا ونعالجوها، ماهوش نسخنوا فيها. سعيد بن زديرة عنده مشكلة مع خونا هشام عبود، اللي أنا هشام عبود نشوفه كبير دواري ونشوفه إنسان محترم، إن شاء الله ربي يقدر، وكان حكاها سعيد وقال بلي عدنان حاول يتوسط بيناتنا، بالتالي انا ما عنديش مشكل، يعني يمكن انه سعيد ما يتفاهمش مع امير، بس على بالي بلي سعيد وامير لو كان يكتب ربي ويتلاقاو يمكن جدا انهم يولوا يتفاهموا، وممكن جدا انهم يولوا يقعدوا، وحربهم اعتمدت على رجله ما اعتمدتش على رخص، وبالتالي ما وصلوش قطعوا كاع الخيوط، ان شاء الله ربي يصلح بيناتهم كما ربي يصلح بين سعيد وهشام. انا ما عنديش مشكل، انا سعيد نعرفه وصاحبي ونحترمه ونعيط له عمي سعيد، هشام عبود نحترمه وكبير دواري ونعيط له عمي هشام، امير ما نعرفوش ولكن نحترم عائلته، وعلى الاقل الجذره تاع امير جات من عمي نجادي، عمي نجادي هذا انا كي مشيت لدواره يقولوا عليه انسان مجاهد، يقولوا عليه انسان كان فلان، هذه راه كاينه فيديو عليها يهضروا عليه كبار دواره، وبالتالي الانسان اللي جا من الجذره هذه ماهوش انسان موفي وماهوش انسان كذا، انا ما نعرفوش ولكن نعرف خوه هواري، اذا صارت مشكله الامير في اي يوم من الايام وكان عدنان ملاح برا حيدافع على امير، ماهوش في وجه امير، في وجه الهواري، كما دافعنا على الهواري في وجه الهواري، هذا امير انا واحد من الناس، هذا دار امير ولا نجادي، عائلة نجادي هذو انا رحبوا بيا وقعدت معاهم وكليت عندهم وشربت عندهم ورقدت عندهم، وبالتالي ما عندي حتى مشكل معاه.
هذا ما كان بنزديرها والنهار. هذه ثاني امر يعني يا جماعه لازم تفهموا بلي كل انسان ياخذ موقف في حاجه ما يحق لكش يا بنو ادم انك تناقش الموقف نتاعو. عندك الحق انه يتساند موقفه ولا ترفض موقفه وانتهى. اذا بنزديرها دار موقف هذا يبقى موقفه، اذا امير دار موقف في حاجه يبقى موقفه، اذا هشام دار موقف في حاجه يبقى موقفه. لازم نتعلموا نحترموا المواقف تاع الناس. انت مواطن، انت مواطن، انا نسالك انت واش قدمت للجزائر، انت واش قدمت لصالح الدوله الجزائريه، انت واش الدوله الجزائريه، الدوله الجزائريه يعني احنا ماشي هما. يعني المشكله وين راهي؟ لو كان كل مواطن يمشي يدير واش يدير امير، ويمشي يدير واش يدير سعيد، ويمشي يدير ما لو كان يكون غلط ولا كذا، كل واحد يمشي ويهضر بالك بلادنا تسقم. انا ننصح الناس في عود ما تقعد تهضر وقال فلان دار ولا فلان فيه ولا فلان فيه، يا خويا تبناوا قضايا، امشوا في قضايا، دافعوا على رواحتكم. انا الرساله الوحيده اللي نقولها لكم يا جماعه، تقدروا تدافعوا على رواحتكم في العصر الحالي. في العصر الحالي اذا عندك قضيه، امير هذا خرج محروق محقور يا اخي، هذه حكايته، خرج محقور وخرج حراك، ومن بعد ولات قناه تدير عليه حمله اعلاميه مده 15 و20 وشهر. بالتالي هذا انسان حراك حراك حراك، مشى حراك، مشى بايع عمره باه يوصل. يعني انسان وصل اكبر درجه من الانكسار، وراح وقدر يريوسي في حوايج، ولا قدر ينجح وقدر يولي معروف ولا قدر كذا. بالتالي يا جماعه هذو امور كل انسان فيكم يقدر ينجح، كل انسان فيكم يقدر يافونسي. الله ان شاء الله انتم تمشوا، ان شاء الله انتم تمشوا، ان شاء الله انتم تقدروا تبنوا الوطن. اذا نحن هدرنا ولا كذا، احنا ما راناش خير منكم وما راناش نعرفوا خير منكم، وكاين ناس ثقافتهم خير منا، كاين ناس فيكم اللي راهي تشوف ثقافتهم خير منا. انتم اللي تبنوا بلادكم، انتم اللي تنعتونا، اهضروا. انا الميساج تاعي ساهل، ما يا خويا اهضر، ما تامن حتى واحد يا اخونا، ما تامن حتى واحد، ما تامن حتى واحد. امن روحك وامن ميساج، امن بقضيه ودافع عليها. هذا ما كان، الله يرضى عليكم خاوتنا، خاوتنا تاع البرج خرجوا بالبركه عليكم. لا وي، الصحافه الالكترونيه لازم تفهم بلي الصحافه الالكترونيه هي الصحافه الوحيده اللي مازال قادره تخرج وثائق، تسرب وثائق وتكتب. كي تشوف الجيري بارت ولا تشوف جزائر براس ولا تشوف الجيري ديراك ولا تشوف الجيري وان ولا تشوف سبق براس ولا كذا، مواقع محترمه وراهي تخدم. الصحافه الالكترونيه كاين ضغوط كبيره عليها. كاين خونا تاع المغرب ايمرجون احسان ماشي في امر مليح وماشي في نقابه وكذا، ان شاء الله ربي يقويها وان شاء الله ربي تكون حاجه مليحه. هذا مكان، الله يرضى عليكم خاوتنا، الله يكثر خيركم، امان الله.